ما هي الأصداء لصدور النتائج النهائية للانتخابات في إقليم كردستان العراق؟ نعم، في الحقيقة أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في إقليم كردستان، وهذه النتائج تأتي بعد تدقيق جميع الطعون والشكاوى التي قدمت من قبل أحزاب سياسية ومن قبل منظمات أشرفت على هذه الانتخابات، وتعتبر هذه النتائج هي نتائج تامة وستكون معتمدة بشكل رسمي بعد أن تنشر في 3 صحف رسمية في إقليم كردستان. أيضا هذه النتائج قابلة للطعن من قبل الأحزاب أو الكتل التي غير راضية على هذه النتائج، من حقها أن تطعن لدى القضاء، بعد ذلك سيتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل القضاء بعد البحث في كافة الطعون. الانتخابات جاء فيها تقدم الحزب الديمقراطي كما جاء في النتائج الأولية، يليه الاتحاد الوطني ومن ثم حركة التغيير، وتليها باقي الأحزاب الأخرى ومقاعد الكوتا. هذه الانتخابات ينتظر بعد يعني إعلان النتائج أن تبدأ التحالفات السياسية بين الأحزاب الكردية هنا في إقليم كردستان من أجل تشكيل الحكومة، مع ذهاب بعض يعني المحللين إلى أن الحزب الديمقراطي بعد حصوله على أكثر من 45 مقعد هو يمتلك أريحية كبيرة في تشكيل الحكومة، في الحصول على مناصب مهمة ومتنفذة في إقليم كردستان مثل رئاسة الإقليم، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان. هذه المناصب المهمة والرئاسية والرئاسات الثلاث في الإقليم لربما يحاول الحزب الديمقراطي أن تكون من حصته في هذه الدورة الانتخابية. كذلك أيضا سيؤثر بشكل رئيسي الخلاف الذي نشب بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهما الحزبان الكبيران الرئيسيان هنا في إقليم كردستان، على خلفية طريقة اختيار رئيس الجمهورية. ستؤثر هذه الخلافات على تشكيلة الحكومة وكذلك الكابينة الوزارية في إقليم كردستان وملف الرئاسة الذي لا يزال عالق هنا في الإقليم. نعم. نعم. أشكرك جزيلا صهيب الفهداوي مراسل الغد في أربيل.